السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الصباحي والورد والميلاحي، وصباحكم صباحي، صباح يطر الفقر وصباح يوفي الدين. أمس كان السبت، أمس كان السبت. عادة أنا كل سبت إذا أكون في البلاد وأكون جاي من البحر ما أنزل سنابات، يكون يوم لا، كون اني ما حطيت البارحة الاسطوانة مال اليوم، اليوم يوم لا، واليوم يوم ما شيء سناب، هذا مش معناته انه شيء مستوي ولا شيء نقص من ملك الله. الامور طيبة وكل شيء زين، مليون رسالة، شو مستوي وشو مستوي، شو مستوي شو ما مستوي، ما شيء مستوي، ما شيء. جيت من البحر متدقدق وقيلت في البيت، جيت متى اصلا؟ ناش من البحر، في البحر يوم يوم السبت ناش وايد متاخر، ونشيت وتريقت ريوقن في خير، يعني لتش وخلاف يا وقت الغداء ما رمت اتغدى، ازمه وهم يتغدون وانا دير عيوني على الفاضي، لاني لطمت لطام اليهد. فانا فردت امس من الكيس والقراطيس، فشفتهم يتغدون هاك الغداء الفنان مسوين هايك، مسوين صالونه على شعري، مسوين صافي مقلى وبياح وبسيسيرات، لكن سبحان الله ما الله كتب لي اني اتغدى وياهم. انزين نشيت الله يحفظكم، عقب الغداء هم يلسوا يرمسون، وانا ادير فكر اني لازم اسير النادي واني زايد وزن، شو بسوي؟ نشيت والله واجتليت ووصلت البيت وحطيت رويسي عقب صلاة العصر ورقت عقب المغرب، صرت الجم وتميت اسولف وارمس وعندك ودونك ولا ويش الجم، ما عليه في الجم. خطف علي الوقت الساعة 10، جيت بيتي ودخلوا يعني الخبير المهندس منهل، تمينا نرمس نسولف وعندي لكم هالخبر بعد. يوم الثلاثاء الجاي اللي هو باكر شو الاثنين ورا باكر الثلاثاء ورا باكر الثلاثة، الحين بخبركم الثلاثة وما سوف يجري في يوم الثلاثة. يوم الثلاثة الضحى إن شاء الله إذا الله جعلنا الحيين، بشتل جدا سلطنة عمان، جولة في ربوع السلطنة، جولة في ربوع السلطنة إن شاء الله. بتبتدي من يوم الثلاثة بنقبض بوية، وين خط الباطنة، العنوة جدا وين جدا، صور العفية من زمان، من سنتين ثلاث وانا هادي بهالية، هادي بهالسيرة، هادي بهالرحلة، ورب العالمين حين يسر الأمر إن شاء الله. برنامجنا بيكون كالآتي، مفروض كالآتي ولا كالتالي؟ حد يرد علينا من الجماعة يخبرنا إذا أنه من كالآتي ولا كالتالي. نحن بنقول كالآتي ولا كالتالي، على هواكم، يلا ماشي مشكلة. هذا الله يحفظكم، يوم الثلاثاء بيكون غدانا في الباطنة، هي نعم بيكون غدانا في الباطنة. ولاية صحم، قرية اسمها ديل يال بريك، ديل يال بريك عند الأخ العزيز عايض بن مبارك البريكي، هذا الغداء. وعقب الغداء إن الله راد بشل عايض وياي في سيارتي، وبنتوجه إلى مسقط الحبيبة، وبنمسي فيها وبنبات، وبنسكن في فندق اسمه دبليو مسقط، يقولون فندق جديد وتو فاتح، وبيتكون سكنتنا عندهم فندق اسمه فندق دبليو مسقط في القرم. القرم هاي منطقة جميلة، عمان كلها جميلة الله يبارك. واللي ميز الله يحفظكم هالفندق موقعه عدال الأوبرا السلطانية. بنتبشى في مسكات وبنعين من الخير وبنكسر اليوز وعندك ودونك إذا الله جعلنا من الحيين. هذا كله لمسير الله سبحانه وتعالى، أنت تنوي أنك بتصير، لكن شو يستوي شو ما يستوي هذا شيء أنت تقول إن شاء الله، إن شاء الله، وتجهز الأسباب والباجي وكل شيء على الله، كل شيء على رب العالمين. إذا الله كاتب لك سير بتصير، ما الله كاتب. الإنسان ما يروم يملك من نفسه أدنات الدون، الإنسان ما يعرف حينه انرمس الكلمة هاي بيروم يثنيها لولا ما يعلم الغيب، هالشيء كله علم عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول إن شاء الله وقدر الله وما شاء فعل.
ما قلنا بنكسر اليوز بنتمشى بنعيم الله خير. وخلاف ابوي يوم الاربعاء اظني الضحى، الضحى بنشتى الجدة الشرقيه، نعم جدة صور العفيه نخطف الله يحفظكم. اول ما نشتهل على سد، سد اسمه سد وادي ضيقه، هذا السد عجبه، عجبه من عجائب الدنيا السبع، ان شاء الله انه بنصور لكم اياه وبنرويكم السد حجمه وهول المكان، هول المكان له هول كبير، يعني تستغرب من الحجم من كمية الأمطار تبارك الرحمن اللي فيه. ولاية قريات السد هذا سد وادي ضيقة في ولاية قريات، ولاية قريات مكان الدنيا والدين فيه، نخيلها وامطارها دومها ما توجه لا قيض ولا شتاء تبارك الرحمن. نخط من الوادي ونرويكم البقع اللي هناك والقرى والمناطق والمدن ان شاء الله. بنوافيكم بكل ما يستجد، بكل ما هو جديد، بكل ما هو جديد نحب نخبركم عنه اذا الله جعل في العمر بده، والله احيانا ان شاء الله بتلقطون كل شيء فنان بخبركم عنه اذا الله. يلا بنام سعد خلاف عشان بي تعرف ترجي عليك، عليك محكمه. ايوه شوف هذا فيه بلو كلر ولا ما فيه؟ في في هذا شو يعني هذا؟ هذا مرض. زين مرض لا يعني حط في ماي زياده، هذا حق ماي زياده. زين هاي تعبان ولا لا؟ هذا هذا تعبان، تعبان وهي الكلمة ما بتعبانات. لا هذا ما شاء الله يوم انت حين تشوف ان هاي تعبانه لازم هذه يقلب الا تقلبها زين، لازم يتقلب ويبغي ها. واي شيء ظاهر اخضر هالنمونه تحت هذا تمططه ما تخليه، اي شيء ظاهر اي شيء ظاهر هذا كله يستوي ما بزين تضعف الاشياره. ها شوف شوف مثلا هذا ها شوف لا لا ما بهذا هذا اي شيء شير ظاهر هاي القطون ما يخلونه هذا يبال جليب يبال زياده تربه بتمص زين ضروري ضروري حسب ما تضعف السياره هاي بكتيريا بي. انا واجد زعلان منك زين واجد انا زعلان مشان ما ايه لازم تجيني تجلب فوق تتشلب على البشكارات بس لفوق تحت تحوط 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 واجد مشكلة انت. ثانك يو شامبي 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 ماشي اغنية غني هي واحد اغنية صغير من زمان انت شوف داخل حديقة داخل مكان ما سويت اغنية من زمان يريد اغنية حلوة وفنانة زين ان شاء الله يلا حين اثنين ثلاثة اغنية نمبر 1 ان شاء الله ان شاء الله يلا شكل براها وري ببارا من بارك اقول لي دفا جاني من باربان ما تشاملوري نو دوستي جا اداس تاشو تا شيهان جو اس بي تو تناك جو مثل بار اشيكو كارا جاني من بارغو جاني من دل بارو ما تشاملوري نو دوستي جا اداس تاشو تا بغنية لاري ما سويت لاري من زمان يلا عاده هذا غنية سويل لرو هي شي لاي 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 غو لاي 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 من بار غو ما تشاملوري نو دوستي چا داستا شوتا على لاي 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 غو لاي من بار بان دين دل باري جاني من دل بارو ما تشاملوري نو دوستي چا داستا شوتا. شكرا شامبي ثانك يو يلا ان الله جعلنا من الحيين ان شاء الله ان الله جعلنا من الحيين انها انها بتكون السيره مدتها مش اقل من 5 ايام بسم الله ام كلثوم يا ابو هني ترى ما بتكون اقل من 5 ايام بنقضيها بين ال5 ايام بنقضيها بحفظكم شفت حد الاشاده خيبه 5 أيام بنقضيها بين بنقضيها بين بين مصيرة حتى مصيرة بنسير إذا الله جعلنا من الحيين بنسير مصيرة وبنسير صور وبنسير البقع اللي هناك كلها لكن وادي بني خالد ما أعتقد مرة من وصله لأنه بيكون وادي بني خالد مكان داخل بين ليبال
وشيء طريق لين وادي بني خالد، لكن منطقة وادي بني خالد أنا أفضل كنت أسير لها وقت الأمطار، لكن إن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين إن الحول إذا الله جعل في العمر بده إن نسير منطقة وادي بني خالد. ومنطقة وادي بني خالد بلاد طولها طول وعرضها عرض، يميع القرى والمدن وبلاد بلاد كاملة، فإن شاء الله هذاك الحول بنسير وبنخف عدة أماكن، يعني بنسير الحد وبنسير ما تسمعون يوم يقول هذا هاي الأول رأس الحد ومصيره، رأس الحد ومصيره رأس الحد ومصيره كسر علينا دقل فرمن وبنديره، مصيره من لبقع الجميلة والجزر للعالم التعنالها من آخر الكون جزيرة مصيرة، مصيرة جميلة وقريبة كل القرب من ولاية صور بالعفية. بنعرف عنها الأمور وايدة وايدة، الأمور وايدة، وبنكون في ضيافة جماعة هناك في صور. يعني المهم أنا ما أريد أكلف على الجماعة، وقلت لهم ترى أبوي أنا لا في على سر وتعوي خطف الوقت إلا في العزايم، وتعرفون هالعمان وكرمهم الله يبارك، فنحن قلنا لهم بوي نبى سير وليي ونرمس نسولف الحشو والبطن لاحجين عليه وكرامتنا نعرف فعلكم، فقلنا لهم من الحين عطيناهم التقرير كامل نحن نبى نتمشى أكثر شيء، نبى نطالع ويطالعون من سنابنا إن شاء الله. زين انت وين الحينة؟ أما بدبي على حي في دبي. هي متبتي ما أعرف الناس يا رغيد، أنت يا رغيد البارح يقولوا سرت الشارجة سويت اللي ما حد سواه هناك، أمزي خبروني يتني الأفلام شو بعد سامت بعد هاي صراح يتني أفلام هي سرت هذا المول اللي هناك نسيت شو اسمه 06 ها صلاح صرت 06 هناك يقولونه مكذب ولا يكذب لا ما حد يكذب، انت اللي تعلمت الكذب لا انت شو يقولون كلت الكيك وكلت ما ادري شو كوفي بس كوفي بس ايه نزيد كذب ولا لا انت ما تكذب، هم كلهم يكذبون ليش شافوك وصوروك والافلام هاي ليتني كلها تركيب، هذا اللي توه حاط له صحن ودز في بطنه هذا كله في فوتوشوب، ادريبك ما بنته حبيبي ادريب ما بنته، ها ابوي كله تاليف يكذبون كله ما بنته ها ما عليك عليك طاسه حلو احتل الحين احتل عنتر عنتر هاك اللي اكلته كله آمين يلا شيء تبه منزلي يلا شكرا لا. شو جبيل لا بيت لا في البيت أنا حبيبي البحر. لا لا البحر أمس كنت صلاح ما حصلنا هامور المرة هاي أحسن شكرا شكرا يلا السلام عليكم. انزين الحين أقولكم بنحط لكم الفيديوهات اللي عن صلاح تقارير عن صلاح الباحث زيارة للشارجة مسير على جماعة إن شاء الله بتشوفون هالتقرير هالتقرير فيديوهات شي مختطفة يعني جي بس لمجرد حق سوالف وتقصير دوب لا أكثر ولا أقل. صلاح السلام عليكم. هلا صلاح كيف الحال؟ شخبارك؟ ألو ها وين أنت؟ دبي وبابا وصلت ما شاء الله؟ ايه وصلتوا؟ ايه ايوه متى بتيني؟ العصر؟ ايه اتشا ايه شو تسوي هناك الحين؟ ايه بس ايه بعدك ما تغدت؟ ايه العصر وتعالوا زين؟ ايه وين تبانا نجلس؟ نصير كوفي ولا البيت؟ لا كوفي بتصير كوفي ولا البيت؟ لا بيتنا اول ها منو تبى تشوف هناك تبى تشوف تبى تشوف بكا ان شاء الله حاضرين يا صلاح حبيبي صلاح ما شاء الله متعدد الثقافات ترى صلاح يتكلم اللهجه المصريه والاماراتيه والباكستانيه
حياك الله يا صاحبي، ترياك زين؟ يلا حبيبي مع السلامة، باي باي. يا مرحبا يا مرحبا بصلاح بن أحمد، يا مرحبا بالخالدي، يا هلا يا هلا يا هلا. سلام صلاح، كيف حالك؟ شو الأخبار؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ سلامة. شو الأخبار؟ كيف حالك؟ تمام؟ تمام الحمد لله على السلامة. كيف الحال؟ تمام. عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أشهر من نار على علم. شرفنا اليوم صلاح الخالدي، باي باي. شرفنا اليوم صلاح في بيتنا. إيش حالك صلاح؟ الحمد لله زين. تمام؟ تمام والله، راعي معنا واجب صراحة. أعجزت العقلاء يا صلاح. الله كريم. الله كريم. إيش حالك؟ تمام. شو الشعر جزينة؟ إيه. طبعا أشهر النار على العلم صلاح الخالدي شقيق. ولعت عليكم وأنا ما شكت طبعا هذا اللقاء المرتقب من شهرين، صح صلاح؟ متوعدين من شهرين ان صلاح يجيني بيت زياره. وزين صح ولا لا؟ وهاي الزياره الصراحه فيها معاني، فيها معاني وايد كبيره. الله كريم. تشوفون حالته طبعا انتم، لكن عنده من المبادئ والمعاني اللي يفتقدها الكثير من المثقفين اصحاب الشهادات والمناصب للاسف. يعني متعني تقريبا 200 كيلو، تقريبا 200 كيلو عشان يوصل ويزورني. وهذا يدل على شيء، فهو يدل على طيب معدن هذا الرياض والتربية اللي تربى عليها من قبل هله والرعاية اللي محصلنها. فصح أنه فاقد أشياء، لكن عنده أشياء ثمينة يفتقدها الكثير من الناس، صح ولا صلاح؟ صح. أنا ناس يوريني من 10 سنوات ولا أعرف أشكالهم شقاين للأسف ولا أعرفهم. كملت 10 سنوات تقريبا مسكننا في البيت هذا، وفي ناس يسكنوا من عقبنا يورونا هني، ولا لين اليوم هذا ما شفت اشكالهم للاسف. يعني حتى اول ما سكنوا حاولنا ان نفتح خط علاقه وود وياهم، طرشنا لهم غداء، طرشنا لهم عشاء، حتى الصحون ما ردت. فدى راسهم الصحون ما مشكله، بس القصد ان الانسان اجتماعي بطبيعه حاله. اصلا الانسان طبيعه الحال اجتماعي، والإنسان اللي مو باجتماعي فيه خلل، صح ولا لا صلاح؟ نعم. شفت شو قايل؟ أقولكم عنده مبادئ الريال مبهين، وهذا يدل على شيء، فهو يدل على حسن التربية والرعاية وأن هده ما تعبوا ياه يعني. وهذا الشيء متعلمنا تراه من هده، مو بشيء غريب يعني ولا جديد عليه. سوداني؟ إيه. سوداني هناك عندهم في البيت بشكارة؟ ايه ما شاء الله. شو بانكوك؟ سبايدي. سويت سبايدي؟ تعرف تعرف تسوي سبايدي؟ سبايدي 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 كا. كيف حالك اختي؟ شو الاخبار؟ تعرفينه؟ يلا شو ما عرفت؟ والله الله يسلمك. انا عادي اصور تحت ما اصور شوي. لا لا افعلك على اساس اني اطلع حكاد بس توثيق. وين خالد؟ مرحبا. باظي باظي باكر بيي. انا موجوده. شو اخبارك؟ الله يسلمك. وين صار الحين صلاح؟ تبي كاكاو؟ لا لا بابا حبيبي صلاح. ليش؟ ليش؟ دعوة وفيتي حبيبي خلاص. يلا سلم على خالد. والله موجود، انا دوم اشوفك انت في سناب خالد. يلا سلم على خالد. يلا مع السلامه. شكرا اختي. في مالنا. مع السلامه. مع السلامه. تعرف سيف؟ سيف هذا سيف. اوكي بابا نص. تعرفه صلاح؟ نعم. شقا ما تعرفه؟ ما الدبي الدبي دبي. هي ما البضبي دبي هو. شرف ها صلاح وياي. هذا شايف انت ها وياي منك. وين نقاط
شو تسوي يا ابو ظبي اليوم؟ ها؟ هو الشارج جايب لنا هو الشارج. ها؟ جاهز شو تسوي بالشارج؟ لا الخال؟ لا. ماشي وياك؟ صديقك؟ ما وصلكم ما وصلكم. سولفوا يا سولفوا. صبروا يا. الله عليك زين عند منو يا اليوم؟ قصعه جزاك الله خير. هذا توضيح حق خالد بس بدون ما اني صوتكم. زين هيا كورتي قاعد اليوم تعال عاد حي شاء الله. انا بنازع خالد بس ترى بنازع خالد يوم بدينا شاركه ولا حنشتي دبي على الشارجه في دبي. قول ان شاء الله ان شاء الله على الخشب على الخشب. شو معكم؟ وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء. زين يسا شو تسوين؟ ها؟ How is everything? دايت؟ دايت هالكثر؟ خيبة بس اصبر دايت صدق والله؟ والله؟ نو سولت نو انيثينغ نو شوغر. هاي كانت والله وحدة برطامة متنها. هاو ماني كي جي يو لوز؟ اولموست بيكوز 80 بيفور بات ناو 65. يلا من 80 نزلت لي 65 غلب الله انت كل ما يخف اونلي يو يو ار نوت لوزينج. Even I'm not eating good and I don't have stress, I'm okay. Alhamdulillah. Yes. You happy here? Yes. Thank you. And I will stay more. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. Kamsa. Thank you. Thank you, Dwarka. Am I going to stay with us more or she will send yes. her? Yes, yes. Want me to stay more? Why? خلاص. Go back. Go back. Go to your family. How many years now? Pauline, but she's joking, but you are not dancing, not joking. Yalla. Yalla, I'm waiting for song, both of you. You? Oui. Yes, yalla. I come here and still I'm like Arabic people, so I forgot about Kenya. Tanya, baby, Allah. Madrisa, I don't know. بس العين الحين؟ خلاص، ها؟ أنت الحين بس العين؟ أيوه. وبتبت تعال ما قلنا لكم ترى بيسافر ان شاء الله سفر تاريخ 25 25 هذا شهر؟ ايوه هذا شهر. كم اليوم التاريخ؟ انا رجع؟ هي 2 شهر بعد. هي زين ما في 2 شهر شهر ونص. لا كيف هذا؟ انت سنه ما ادري كيف هذا شهر بس عليك بس عليك شهر ونص ما نصبر عنك. مرحبا بشامبي يا مرحبا يا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي تعال هنا حطني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله من وين هذا؟ من
هذا من بعكر هذا. هاي هبال غمر الزاهب كيف خليته انه تنطر. تحط تابوك. تابوك ولي. هذا الحين خلي يسوونها. ما شاء الله. وليش غسلته؟ نعم. سويت غسيل أنت؟ هذا شوية بالعمل فيه أنا أصب ماي. ما يثاب هاي لا تغسله. نحن بنوديه نحطه في يونية العيش ولا بنلفه نخمله. ما يغسلونها. وده حقه ما دواركا. دوك تعرفها هاي تطرها وكلها أنت. زين؟ ها كلها بعد البالغة. هاي أنت كلها. يا thank you. باي باي. النفرات واجد يقول اغنيه اليوم ما شامبي ما في حلو. ما في حلو؟ لا اول انت تسوي اغنيه واجد حلو. زين الشارب مره ثانيه ابغى ابا قاعد زين كل همبا حينة كل الهمبا من تاكله بيسوي صوتك حلو. زين يلا. مش اكثر من خمس دقائق سبع دقائق يتشغل الرداد. هباب ينشاف على ما تشوفون. شيء بسيط قيس لما تخرس الماء الماء تخرس الارض. هذا وايد ضروري للي عنده مركب بيبات ومسوي النظام هذا وايد زين يعني مفيد للزراعه مفيد بطريقه ما تخيلونها. يعني تحس الحين وقت الوهية وقت الشمس تتناصف في السماء مرت غدي عموديه هذا وايد زين. والاهم عن هذا ما بالحينه وقت اللاهوب. وقت اللاهوب الله اكبر هذاك الوقت عاده من كله لابد من كله لابد ضروري الرذاذ هذا بالنسبة لي أنا يعني لكن الغيري هو حر على هو لأن الشير مالي أنا كله استوائي ومن الخارج ما عندي أنا شيري مال الدار فلذلك تلقطه كله يبقى عناية خاصة بعد أنا بعد ما تصلح لي الصوالح حتى المتوات ما بماساتنه الحر حليلهن مبسوطات معينات من الله خير شو ما شاء الله أقول لكم السنة الفل هذه حجمه كبار والسب شو التسميد الصح والعناية الصح مثل ما قلنا بلي عناية مستحيل يستوي شيء عدل مستحيل شوف ما شاء الله في فايفة تبارك الرحمن هما العام السنة بنزرع إن شاء الله نوعية جديدة ما تزرعناها أول مرة حمد البيرق الباحث أعطانا مسمى قال هذا موجود و نحن ننصح انك تستعمله تغير عن السويت ليدي هذا من كم سنه انا عامل اكثر من 12 13 سنه وانا ازرع السويت ليدي كل سنه ازرع 100 200 يزرعوا لي في المشاتل وفي جزاه الله خير اللي بن غانم بن حموده الظاهري جزاه الله خير كل سنه انا اعطيه البدر هو عنده بيوت محميات في يشت يبي يبذر ويشتل وهذا ويعطيني اياهن يوم يكبرن وازرعهن وتشوفوا ها ما شاء الله ها كل مال من عنده هو انا عاطلنا بذر وعطاني اياهن قور كل وحده ذراع ما شاء الله بداني على عمره جزاه الله خير وما شاء الله الانتاج زين وغزير اللهم لك الحمد نوعيه وعطاني اياها الحين بخبركم عن اسمها يعني للي بيطلب يقولون انها النوعيه احسن واللي بيطلب عاد على هواه من وين يطلب على هواه انا ما اروح احط اسامي شركات وبدي شركه على شركه انا اقول اسم المنتج واسم المنتج موجود موجود الادمي يدخل ابوي الانترنت ويطلب اللي يبغى يكتب هذا النوع انا اريد هالنوع وبيخبرك وين موجود منو وكيله منو عنده هذه امور سهله يعني لكن مجرد اني انا ما اطري اسامي الاماكن اللي موجود فيها ما لم عنها يعني ما بزين علي هنا امدح مكان واتشسد على مكان اخر الا اذا كان بين اتفاق هذا شيء اخر اقول لكم بعد توها جات لنا حلوه من عمان من صحن من عند قوم عاير بنرويكم اياها الحين ما ينضم عنكم شيء مال متى الحين دوارك This is the old, sorry. This, okay. But it's down. هذا النوع ترى من الهمبة هذا متى how many days now? Three days. من ثلاثة أيام لو أربعة أيام هذا زاهب حينه هذا من نوع اللي يوم بيبلغ ما يصفر يلده غادي هالنمونة شرات يلد العفريت شرات حد من العرب بعد يلده هالنمونة عفان الله بنقص لكم واحدة نبيكم غسليها ويبيها يلا سوري يلا شو من داخل؟ تحت
حر زعفران ما شاء الله تبارك الرحمن، لكنها ريحة حين شال البقعة شل. هذا إنتاج مدينة محمد بن زايد. شو هالنمو غادي، لكن الحين قط شو هالنمونة، هالنمو القط يخلونه لين كم اليوم دواركة؟ 3 days، 3 أيام 5 أيام، المهم يتسكر عسب ينضأ. Thank you دواركة. Welcome sir. يلا فتح لنا هذا مال هيب ما بعدين عاد قدام العربي ينظلوني. يلا ليتر 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 عادنا وخلينا نشوف شو ميده حلوه حلوه جايت لنا من حلوه مزون عمانية. ايوه يا سلام يا سلام، هاي الحلوه اللي جايت لنا. يلا شلنا هذا، شلنا هذا هنا كامل هي. ايوه Thank you. تجيبهم نمونة نمونتين ثلاث على هواكم، اللي بيندبون على حسب طلبه، الوعيان والطواس على حسب الرغبة، الوعيان والطواس على حسب الرغبة والصناديج على ما تطلب يا الإنسان حطوا لك شيء صناديج. شو اللي أسبوع غرب الله تهالأسبوع ها، المكونات ماء نشا عماني سكر سمن عماني والنعم ماء ورد مقطر زعفران هيل مكسرات شيء قويك صناديج مهات حبتين وشيء مهات ثلاث شيء مهات اربع وشيء فرادة روحن على هواك. وبغيت صناديج طريقة ترتيبهم ما شاء الله على عايض واحد باهس بصوركم اياه ان شاء الله اذا الله راد يوم الثلاثة رغدانة عنده باهس باهس يختن ابليس ويداوي ما يخلي شيء في الدنيا ما يسويه، عنده علوم الدنيا كلها مسوي هاك المصنع الفنان وخذ عن طريق مشروعه هذا عن طريق خبره وبلاده وهناك بعد شغلهم يعني ما يبه الكلام. فلذلك حلوات مميزه ونحن نتعامل وياهم اكثر من كذا شهر يعني من كذا سنه يعني، وحلواهم انواع واشكال عندهم، اللي بيسال شو النوع اللي يباه ولكل الزمن ما تعول حلواهم للسفر حتى لأوروبا يطرشون كل مكان. طيب منو دا في ذاك تليفون؟ يلا عاد بخبركم منو دا قل لي واحد من الرب بعد عنب وحالة شاف التصوير وطلب من الحلوة. لا إله إلا الله عنبو أحد من العرب ياسع الصراط المستقيم أبوي روحن أربع حبات ميوبات بيشارتوني. بعد عندي صدقان عندي خلان إلي وعلي تعالي مني أبدالي تعالي ياي وتاي سيد قولي عندي صدقان عندي خلان عندي صدقان يعني ما أدري هي ولي وعلي ولي ونمو هي ذكرت مال مزون للحلوة العمانية عندهم لكو 600 نوع ولكو 600 مكان للأعراس يطرشون للسفارات خارج الدولة يطرشون للوزارات. حاليا هي من أجود وأعلى وأرقى نوع حلوة موجودة في شنتية سلطنة عمان الحبيبة. يعاملهم للأعراس للحفلات إعلان إعلان الميلاد إعلان أعياد الميلاد يعني الأشياء هاي وللخطوبة والملكة والأفراح والأتراح وكل شيء كل شيء حد رابها تشيل أتراح. يلا شكرا جزيلا. هاي الحلوة البيضاء رقم واحد شيء غير نمونة، وهاي الحلوة الليج حلوة مزون السوداء، وهذه اللي بالعسل الأصفر يعني ثلاث نمونات هاي الموجودات حاليا، وهاي شو بعد بالأبيض، وهاي ما يعني عدة أشياء ما فيها بطلهن كلها عاد عقب ما بروم نعطيهن حد فضيحة والله في خاطري أنا الطعم من البيضة كانت تبون الصدق. يا الله الحلوات اللي خبرتكم عنها والله نهدتوا ما يتحرى هالبان زين الحلوات وريحتها تضرب في خمرة الرأس. لا تقولوا ما حد قالكم شيء مميز وفنان ولا شيء شراته في الدنيا العودة. سو تست إيه للسو تست يلا بولوه يا ويلك اذا ما في سويت قول. لا ما شاء الله قول والله والله فيري سويت حلو ما شاء الله ما شاء الله انت مطوع ما يسوي كذاب. لا 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 ها سيده كلام سيده ما شاء الله انا اكل زياده داخل باكستان انا معلوم.
زين لكان حلو ولا ما في حلو؟ حلو ما شاء الله. أكيد. أيوة إذا ما في حلو قلت حلو تروح النار. لا 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 ما شاء الله حلو. يا thank you. وين نص مال همبا مال شامبي؟ يلا يلا الحين كلها قدامي. هني تعالي لسعدال. يلا عاد الحين خبرني شو تست زين نمبر 1 ولا نمبر 2؟ ها ما شاء الله. هاي ما شاء الله ترى تروح النار تسوي كذاب اذا ما في حلو. والله حلو. والله ايه حلو زين ما شاء الله حلو زين بارك الله فيك. ما انا اول مره هذا اكل ايه حلو ها الحمد لله رب العالمين. بطل بطل يا سلام يا سلام زعفران زعفران يلا اكل الحين انت هذا مني. ها شو شامبي تمام ما يستوي كذاب لا اكيد يا ويلك بس مشكور شنو هناك طلع بنسوي لك ان شاء الله درس ترى يا بس انت هذا غير مكان هذا عم بعدين ولا تروح منك وتشيل يا ويلك اي ما تخبر حد. هذا عمران هاي الاول مكان شامبي اه لا ما بش ما بعمران تحريت ها تعال من وين هذا بيت المريخات زين شكرا شو جايبين انا ما عرفت انت خليني عدالي رامي شو هذا ما شاء الله شكرا جزيلا هذا ابو جاينا من عند المريخات شو مطرش هذا ابو مطرش هذا مطرش الاسئله اللي تيقولوا لي ابو محمد انت نحن يوم ما نشوفك تتحرك مسوي لنا بلوك ابوي انا ما اسوي بلوك حق حد انا بلوك ما اسوي حق حد الا للشديد وقت الشد والشيء يعني اللي لا يغتفر اللي لا يغتفر هذا اسوي له بلوك انا عاد اللي قل ادب زياده على اللزوم لكن اللي يسال سؤال عادي او ترى على فكره حد من العرب يوم يسال سؤال اطرش له شكرا او اطرش له صوره ورد او ترى اني انا اروم ارد على اللوادم كلها والله ما اروم بخت عيني بخت عيني والله لو اروم لا ارد على الناس كلها لكن ما اروم انفخ يا شريم قال مهنا برطم انفخ يا شريم مهنا برطم من وين تيروم شريم فقير ينفخ وما في برطم يعني الوقت ما يساعد لو بترد انت في الدقيقه على 1000 رساله بعد ما تروم تجاوب على 1% من الرسائل هذا زين انا احب اتواصل ويا العرب احب ارمس عندهم واحب ارمس وياهم يا غير شيء من الاسئله اولا شيء من الاسئله ما تنسال وشيء من الاسئله 90% منها مكرر المشكله دوما احط حسابي واقول هذا حسابي على اليوتيوب واي شيء من الاسئله تشوفوني اكيد اني مجاوبها موجود على اليوتيوب شو ذنب اللوادم كل يوم اعيد الرمسه واعيد الكلام واعيد الحديث ولا لا لا لا, لا يقولوا لي اعاده واعاده واعاده ما في انا حد يتنقى مني بعد احد من العرب داسين لي على الصراط المستقيم فلذلك شيء حساب على الانستغرام وشيء حساب على اليوتيوب وشيء على تويتر وكلهن بويدومين عرضا واللي يبي يطالع القصيص مال ايام سكوتلندا مال ايام نيوزيلند استراليا سيدني مدني مصر فرنسا لندن امريكا كلهن موجودات 4 سنين اليوم بيومه كل مسجل حدث في مثل هذا اليوم السموحة من اللي ما أرد عليهم والسموحة من اللي أطرش لهم بس ورد أو يسألوني سؤال وما أجاوب أو يستفسرون استفسار فما أروم مثلا يقولي إيش حالك هل أنا بروم أقول بخير 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 حق كل العرب بخت عيني بخت عيني والله أني بخت عيني يسعدني لكن ما أروم ما وايدات الرسائل إذا بيلس بس كلمة بخير حق 1% ما بروم أغطي كم بروم دايم شديد يقول لك بعد أهالي مصيره في الوقت هذا يصيرون يقيضون سناو سناو بقع بارد عليها رضوان من الله وإن شاء الله نحب نسير البقع البارد وبنسير الأمكان اللي فيها الأمطار واللي فيها الرداد واللي فيها خيرات الله كلها ما بنسير صلالة بنسير دون صلالة سكننا بعيد الحين ما بوقت صلالة يقولون صلالة ظني خلاف بعد ما ياهم الخريف خلاف يوم بيهم الخريف الناس تسير هنزيل نحن بنصير جولة روحنا يعني ما بمرتبطين لا في موسم ولا في طلع ولا في در معين من الدرور يا غير نحن سايرين روحنا كشاته فلذلك مصيره
ما اتوقع نصير لها. شو السبب؟ لان ارتفاع الموج والهويات وايد، وهل مصير روحهم بكبرهم ما بموجودين فيها. هذا الوقت الحين يصيرون يقيضون سناو، يظهرون من مصيره يصيرون سناو، فانا احب اتبعهم لين سناو. ان شاء الله بنتشاور برد الشور على عايض بارك الله فيه، هو بيخبرني اذا نروح نصير سناو ولا نكتفي براس الحد وما نوصل مصيره، لان مصيره هويات وغبيب. يا الله ما في. السلام عليكم، كيف الحال؟ عساكم بخير، يا مرحبا. اليوم الاحد الموافق 16، البحر وصل الى المنازل في نيابة راس الحد، نسأل الله السلامة. هذا تأثير الإعصار. وصل إلى المنازل ونسأل الله السلامة. قدمنا لكم هاي الخدمة الفنانة القرص المفروق، حد يسميه قرص بدو، حد يسميه قرص مفروق، حد يسميه قرص بس روحه، وحد يسميه القرص الشنيالي، يعني مسميات وايدة المراد. سوينا لكم شيء فنان بيعيبكم. شو السبب؟ غير السح ينحط شكر وياه، يعيب العرب شيء الحالي، شيء يوم بحالي مبزين يغلي ثجيل. شرات رمسة حد من العرب يوم رمس تجاسي، ما فيها نعومة، ما فيها درابة، ما فيها لطافة. منو يشاهد إنسان يرمس وينابح؟ منو يشاهد آدمي يتكلم ويتفلسف؟ لا، آدمي يوم تكون صخيف رهيف، رمس تلبيب نعيمة، منطوقة بحشيم، لطيف في المعامل وفي الكلام، لذلك تلقط الشيء هذا مستحب عنده. فلذلك كل هالنمونة يوم ما بفنان وحامز وحالي ولطيف وفنان ونعيم وخفيف على الشب ما حد يداني. اليوم الله يحفظكم بنشرح لكم طريقة وكيفية خدمة قرص المفروك، أي حد يسميه قرص روحه، وحد يسميه قرص مفروك، وحد يسميه قرص بدو، كلا على هواه وعلى طريقة شو طريقة خدمته أو طريقة لفظ الكلام. طحين بر رقم 2 قوطيين، كم بالوزن عاد ما أدري، ما أعرف شو تسمون أنتو. السح نفس وزن الطحين، السح نفس وزن الطحين، ويستحسن يكون إخلاص وما يكون حولي. حلوة اللي هي شمر مثيبة نعيمة، قناد نعيم اللي هو الهيل، زعفران، زنجبيل، وشكر تقريبا 3 فنايل. هذه المثيبة انتم ما تسمون، نحن نسميها مثيبة، حد يسميها حلوة بس لكن مطحونة، وهذه هي على ما تشوفون. زين، السح يمرس، ها يغدي هذا قوامه السح، مريس غليظ ما ينحط شيء بسيط. يلا تدعى الحبيب، ها طريقة خدمة قرص المفروض كله ينشب مرة واحدة. يلا مرة واحدة كود بيتسيس تتفنن، يلا كود عباس على دب، ما شيء لا بزيادة ولا شيء. يلا عقب ابوي شكر عليه وكوده والمريس، ها على ما تشوفون لازم غليظ غليظ، ترز ابوي الملاس فيه يرز، ها على ما تشوفون. ترى علم ليحه لا بد ولا عذر، ها ريحه، ها ها يلا لا ريح المليحه من تصير، ها لازم قوام العين هالنمونه، ها بتغدي لينه، لا لازم هالنمونه قوامها، ويخلوها تستريح كم حفيظ؟ 10 دقائق. عقب بنرويكم الطريقة تكملة. القوطيين يين 12 قرص، القوطيين يين 12 قرص، وينرقن بهالطريقة بعد مرور 10 دقائق تستريح العينة. ها
ترى التخبيج لا بد ولا عذر منه، كلها انها مخبقات. يلا 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 ايوه اقول قرص، ترى ما يواحي له، قمض برج يحمر. شو السبب؟ لان شكر وسح، ما بمعيون بماء من الخرس، لا شكر وسح. هذا هناك يخدم بعد. يا سلام يا سلام يا سلام عليهم، يسوي فوق الدياي. ماشي قمض برج، قمض برج هذي حمر القرص. حفيظ ما تقدر يسوي ترين قرص مرة واحد؟ واحد واحد لازم؟ طبعاً شوية كبير يقدر. انزين مثل ما قلت لك ما يواحي له، أقل من 10 ثواني يحمر القرص. يغدي شرات الكافة وخلاف عاد بنوافيكم شو الطريقة وشو التكملة. عرفتوا ليش يخبجون القرص؟ ها ليش يخبجونه؟ يا سلام ما زين للحس يا ابوكم. جلب مره ثانيه حبيب. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هي بنراكم خلاف عاد الباجي. حين الله يحفظكم يا وقت دق القرص. ها هذا وقت دق القرص. شو كيف هذي؟ وعقب يدقونه نشوا وحطوه في الماكينه. كل شيء برويكم يا حين، كل هذا كل هذا بتشوفونه الحين. ماكينة؟ ايوه يلا عقب الدق لازم ينحط في ماكينة اخير، يعني الاول غير وحين غير. احمد ام اللهم لك الحمد، الدنيا متطوره وايد. يلا هذا الحين هذا القرص كامل خلاص، الحين جاهز القرص. الحين على كل انسان وعلى حسب رغبته شو اللي يبي يحط فيه. الحين هو في شيره، لكن الناس كلها تفضل الحين هو في قناده وفي مثيبته وفي زعفرانه وفي كل شيء وفي السح وفي كل هبات الريح. الناس اللي من غير على حسب الرغبه. نحن مثلا نحن هذا وقت الفراك، 5 فنايل شكر، 5 فنايل شكر، خاشوقتين قناد نعيم وخاشوقتين حلوة اللي هي المثيبة، ونص خاشوقة زنجبيل. القناد نعيم يعني الهيل. ها هذا كله نحطه الحين فوقه. الحين هذا وقت الفراك، الحين ضروري نحط له الدهنة. هذا الحين السر. يلا اشتغل. هذا وقت يسمون الفراك، يوم يقول لك قرص ما دقوق يعني دقوه. الحين وقت الفرك، وقت الفرك هذا لازم يفرك القرص. القرص لازم يفرك وينبث وينحط له دهنه، دهنه طيبه، ولازم هذا يتخالط بعظمه بعض ما يتجانس، وينحط ابوي في حراره ويغدي ماشي شرات في الدنيا العوده. الحين يباله شويه زياده دهنه، شيء بسيط دهن يباله بس حفيظ بس. يلا يلا فرك فرك. هذا يوم اقول لكم مفروك مفروك قرص مفروك قرص مفروك، هذا القرص المفروك يعطونه، وما بصعب ولا شياته، وكل سهل وكل فنان ويا ماشي شراته في الدنيا العوده. يلا بس بس حفيظ. يلا يلا عاد حركاته تعرفون مال زينه، هذا سح روحه مظهور عن الطعام، مسواه يكور على كبر حبه القهوه، يدلجمونه حطوا شيء على الوجه يعني لمن يرغب من القبائل مثلا يعني. كفى الله المؤمنين القتال. غادي فنان وغاوي ماشي شعراته، وهذه نظاره بس العرب عيونهم سود يتشحلون الضحى ببره، وهذه حق البيت، هذه بتصير العرب، وهاي اللي بيتنا. وين دري؟ الغداء ولله الحمد تغدينا غدانا عادي، دياية مشواية وياها فقع، فقع مثلج وشوينا وياها في الفرن، وغدا غير نمونة وشوية بروكلي وسلطة، والبيت مسوي فوق الدياي وعيش أبيض شيلاني.
وانا بحالي كلت اللي الله كاتب لنا. المهم الحين موضوعنا عن القرص الشريالي. هذا حين القرص الشريالي وخدمناه، وحين هذا جسمينا، هذا اللي بلي سح، واللي يسده السح المعيون داخله. واذا تبى مثلا عندك انسان غالي عزيز تبى تلجمه ولا تبى تعطيه اخت ولا ام ولا اخو ولا يد ولا عم ولا خالها، لازم هالنمونه. حبوا واحده من هالمدورات للقمات ولا هنتين في حال كان غالي تاذر لعادها. ايوه هالنمونه، هاي القمات الشنيالي اللي هو المفروك، وكل على حسب رغبته. ما بيعينك يتدردر كأن رمل، ولا بيعينك ينشب في المسرط، يعينك غاية المتمني. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ما شفت خاشوفه شفت خيبة. أقولكم آخر واحدة يا خربان يا خربان. السلام عليكم. أقولكم أتيني بعض الأحيان رسائل من الشيء المضحك المضحك المزعل اللي يخليني استغرب، اللي يخليني امور وايد. ما شيء سلام عليكم ولا شيء مساء الخير ابو محمد سيده. كم الدعايه؟ السؤال يكون يعني عندك مثلا اللي يخليني استغرب، يعني اللي بيطرش شيء يطرش يسال عن حدث، عن طبخ، عن نفخ، عن اكل، عن سير، عن يي، عن علم، عن خبر، عن زراعه، عن سفر، عن اي شيء من اللي بحر بر جو اللي هو. يا غير كم الدعايه؟ لا مشكله، لا حاط الاسم ولا الرسم ولا العنوان ولا شياته، ويكون فوق مكتوب اي بي 21 ولا سي بي. منو هذا اي بي؟ اسمك اي بي؟ انت ما اعرف اي بي. ف سؤال وايد مبزين، عيب طريقة السؤال ما بحلوة، محسسني كأنك ياس السوم سمج، أو ياس أو تسأل اتياس القهوة بكم، أو تتخبر عن يونية اليوم يابسها بكم، يعني أو من النيسر بكم شيء من هالقبيل. تعالي تعالي زين، ما بعرف شو يعني طريقة السؤال، لازم يكون في شيء جميل واحد يسأل عنه. دعاية بكم؟ محسني كأنك يعني دقيت الباب شرد، شفتوا اللي يدق الباب ويشرد؟ النمونة. شو تبين؟ Yes, I need something. How are you? أنا مش إن ما أريد أرد، أنا أريد أرد وأريد أجاوب على الاستفسارات. يا غير ما يكون عندي الرد بعض الأحيان بما يختص بالتغطيات والدعاية والإعلان والسفر والسير واليي، هذا في أمريكا وهذا في شرق وهذا في غرب، هذا في اليابان وهذا في فرنسا وهذا في لندن وهذا في مصر وهذا في السعودية وهذا في الكويت. مثل ما تشوفون ما أخلي بلاد ما أسير، أسير هذا بزنس عمل، لا بعيب لا بمنقود ولا بمنكر ولا بيور، هذا ما بيور ولا بمنكر، هذا أنا أشوفه بزنس، هذا مثل أي إنسان مسوي شركة بيع مشترى تسويق شيء، هذا بزنس مش عمل، ولا بعيب ولا بيور ولا بمنكر ولا بهتان. فلذلك أنا ما يكون عندي الاستطاعة، ترى شيء من التغطيات فيها سفر، شيء قرب البلاد، شيء بعد البلاد، شيء بر، شيء بحر، شيء جو، شيء في جنجل، شيء وين بيصنعي عياله. فلذلك في شخص معين اسمه إبراهيم، أبو إبراهيم العاسمي، المهندس منهل أبو إبراهيم، مدير مكتبي، هو اللي ملم بكل المواضيع هذه، وعنده تيم كامل موظفين 7-8. كم وظف عندنا أبو إبراهيم؟ كم وظف عندنا؟ أكثر عن 6 أشخاص اللي يشتغلون، شغلتهم يطالعون الحسابات ويشيكون على الشخص هذا، هل انه جاد في سؤاله، حسابه فعال، المنتج ماله جيد، المنتج ماله هل انه عليه طلب، يمشي ما يمشي، الشركه هاي زينه ما بزينه، ما بلخذوا غلوه. انا ما بروم علي انا لو اني بلبي كل الدعوات، بيل سبوي 24 ساعه اعلانات، فانا انتقي من الاعلان وانتقي من المنتج وانتقي الشيء اللي يتصور واسويه، ما بلخذوا غلو. فلذلك اللي بيسال عند اي استفسار يكلم مهندس منهل، ورقم الدوم احطه بين فتره والثانيه. فاللي يبى شيء ولا خدمه ولا علم ولا خبر
يكلم مدير المكتب مباشرة مكالمة، ألو سلام عليكم مش حالك يا مهندس منهل، ويدخل في الموضوع، أو أنه يطرش له على الواتساب يقول له أنا تاجر أو صاحبة مشروع منزلي أو صاحبة مصنع صواريخ اللي هو، يقول أنا هذا حسابي في الانستغرام وهذا حسابي وهذا علم وهذا خبري، ويرسل. لكن لا يتصل يطرش واتساب بس إلا فاضي، لازم يكون الواتساب فيه رقم الحساب، حساب الانستغرام، وشو نوع الطلب وشو نوع الإعلان اللي أنت تباه أو أنت تبينه عن منتج، كان محل، دكان، مال عبي، مال شيل، مال تلي، مال كجوجة، مال سفر، مال سراريد، مال مهاف، مال اللي هو. شكرا. وهذا أول، هذا رجاء واحد. والرجاء الثاني، أي حد مخزن الرقم هذا الخمسات عنده وحاطنه في جروبات، دخيل والديكم ترى ريال مصلي خايف من الله، راعي بيت حرمة وعيال وعلم وخبر، ما بيروم يفتح كل الرسائل لأن فيهن صباح الخير مساء الخير، صباح الخير مساء الخير، صباح الخير مساء الخير، إن شاء الله حد شي خصكم فيه، شو تبونه لابن عمك ولا ابن خالك الحين اللوادم، لأن حيث أنه يعني المسجات بلاش، لا هذا أبوي رقم عمل، فلذلك اللي مخزن الرقم هذا فبرجاء يشل من الليستة اللي حق ما صباح الخير مساء الخير وجمعة مباركة، أصلا جمعة مباركة ما حد يقولها خلاص قالوك ما يستوي، فبرجاء اللي حاط الرقم هذا في جروب يشل الرقم أسب ما يستوي، ما يردون عليه، ما يرد عليه يعني الرجال. ودخيل والديكم أنا بعد رقمي هذا الدولي لو ما حطه لكم، ورقمي أنا لحد يطرش لي صباح الخير مساء الخير مبارك عيدكم ما أدري منو مالش، ما في دخيل والديكم، بس علي تلفوني عازم يتترع يتشد باع 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 يتشد صبح ومساء تلفوني يتاغر يتاغر تلفوني من صباح الخير مساء الخير صباح الخير مساء الخير وجمعة مباركة مبارك عيدكم حسن الله عزاكم وطيب الله ثراكم، ما يستوي ما يستوي أبوي ما يستوي التليفون والمسج للشديد الأول الشيء الضروري. أنا ما أحب أحط اسم شخص في قائمة المهملين، أنا عندي الناس كلها مهمة، فلذلك أتريع عن نفسي أحيانا أتريع المسج الضروري، أفرح يوم يجيني فلان والله مطرشك بفرح أفتح، ولأنه كوبي بيس مطرش هذا حاجة ما عليه الفيديو هذا، أنت مسوين روحك على عيني وراسي، لكن أنت جايينك بتندب تراك مثل ما أندبته أنت ويا مثل ما أندبوه وياك مندوب 100 آدمي شراتك مندبنا هذا الشيء، أندب الشيء اللي جاي أنت اختراعك روحك أنت مصور لنا مرحب وسهلة، لكن جاي انك من عند حد مثل ما انت ياك ترى طرشوا للعرب كلها والعرب هاي كلها وزتني اياها انا وان شاء الله حدني عاد دخيل والديكم ما بمن حد صباح الخير، بس تراني اظهر على العرب كلها صباح الخير عليكم كلكم ومساء الخير عليكم كلكم، المسج الشيء الضروري لا خليت منكم. يلا بدل ما تجلس انت هلا تندب حق 250 جروب وكل جروب فيهم 350 ادمي او 375 ادمي وكلهم هاي طرشين صباح الخير مساء الخير، افتح لك معلومه، اقرا لك كتاب، اقبض لك المصحف، اقرا حديث، اقرا قران، ادخل ايميلاتك، ادخل اونلاين، ثقف، سو شيء ينفعك وينفع المجتمع، شيء هذا مال فراغ، ما تقرا مسجات هاي نكته وهذا شيء عيبني هذا يضحك ماشي يضحك، تنكيت النكتها ما تصنع هاي ما تضحك هاي تلوع الكب، اللي ضحك الشيء اللي يجيب العفوي هي بطريقة عفوية يروحه سلس منه إليه هذا اللي يضحك ويسوي الابتسامة، إنما تسوي شيء لجل أنك أنت تغدي أراغوز الأراغوز ما يضحك أبدا ما يضحك، يسوي شيء حق روحه يضحك على عمره واحد والله توحيد ما وحالي هكذا توني مسوينا سيدي الرد، ترى نحن نبعث الأدعية ونبعث الذكر لذكر العالم، وذكر العالم انت كجا مرحبا ان شاء الله، انت الطنطاوي انت الطنطاوي انت تما في الطنطاوي ولا شيخ الأزهر، انت بو انسان عادي وشي قنوات حق الدعوة وحق الدين وحق الإسلام وحق هاي الأشياء كلها بو شي قنوات رسمية الدولة مسوتنها، ما حد وكلك انت كل يوم تفر على العرب سووا وقولوا وقالوا وقيلوا، ليش الله كالف انك ما شيء كالف يا ابوي، الله يا ابوك ان اللوادم تبغى اللي طرش هالكثر مسجات، عيزت العرب عيزه قالت الناس جيج جيج من صباح الخير مساء الخير صباح الخير مساء الخير، انا ابوي نان هو
أنت لو على كل مسج تندبه تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أضمن لك الجنة هنا، روحي أضمن لك الجنة، بتصير الجنة رويسي لو على كل مسج الطرشة تذكر الله هالكثر. يا رجال فكوا العرب، فكوا العرب من هالمسجات اللي ما لها معنى، عيست الناس عيس صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير، بس كلام هذا اللي قلته فئة معينة مستثنى منه، اللي مستثنى من هالحديث كله الأمهات والعمات والخالات الكبار في السن اللي في بيوتن يتابعني طرش اللي ما عليه بلسم على كبدي قالب، لكن هايل اللي يدتشون صبح ومساء يدتش القاع ويقول مباع، هذا يبوك يوم يمشي تحر حصان يمشي قدامك يدتش علر صباح الخير وإنما وهكذا، أنت تدل جبل ما تدلها، الجبل ما يدلها، الجبل ما يدلها ويصبح يمسي يحدث، هاي بعد مصيبة. يلا بس عاد عليكم ما شاء الله حلو ما شاء الله ما شاء الله انت متطوع ما يسوي كذاب لا 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 ها ما شاء الله انا هسه زياده داخل باكستان انا ما له انزل لك حلو ولا ما في حلو 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 اكيد حلو. اذا ما في حلو قلت حلو تروح النار لا 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 ما شاء الله يلا ثانك يو وين نص مال هم ما تشامبي يلا يلا الحين كلها قدامي الله يقولكم الظهر الصاحي الله يا ابوكم ينزل 190 درجه تحت انا ربعها اللي يسويه مارو ما شاء الله عليه اي والله شغله 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 طويله عريره والله لو كنت اروم الحين منازل تسرت هالصراط كله والله يا ابوكم اني مارو حتى ربع اللي يسويه هذا هذا يضعي يسوي كم 120 130 ودي صك راسي لين تحت الارض تحبي يقول بينضلني قلت ما شاء الله ما شاء الله عليه اي والله حتى انا قبل شوي يا ولا لي بارض حتى حق التنبيه رقادي كان متقطع شبعان شو امور وايده ما عليه ان شاء الله ان الله بيقويني عن هالعيازه اللي فيه عيال حد يقول عيازه حد يقول هيازه شو رايكم الصح